رمضان جاء بأجمل النفحات، خير الشهور وأجمل الأوقات، كل القلوب إلى الرحيم تضرعت بتلاوة القرآن والصلوات. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الخاتم الأمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله والأصحاب، ما لمع سراب وهمع سحاب وقرئ كتاب. سيدي يا رسول الله، يا أرشد داع إلى طريق فلاح، يا حامل ذكر يفوق ضوء صباح، يا أعبد من قام بين أهل صلاح، يا كوكب سعد على البرية لاح، أضاءت بك الدنيا فعشت ممجدا، وغبت عن الدنيا ولازلت سيدا، عليك سلام الله في كل خفقة، فقد ماتت الأسماء إلا محمدا. أهلا وسهلا بحضراتكم، ويتجدد اللقاء في الخواطر الرمضانية لهذا العام، والتي أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتنا أجمعين، اللهم آمين. أيها الأكارم، يعني موعدنا النهاردة مع خاطرة بعنوان مستقبل الأولاد. مستقبل الأولاد، من منا لا يخاف على أولاده، خاصة في هذا الزمان الكدر. يعني بنعيش مع قصة في البداية، ثم بعد ذلك نستخلص منها العبر والدروس، لعل الله عز وجل أن يؤمن مستقبل أولادنا بالصلاح والدين، اللهم آمين. الإمام مقاتل بن سليمان، وده كان علماء التفسير، دخل على الخليفة المنصور يوم بويع بالخلافة، فقال له الخليفة المنصور: يا مقاتل عظني. قال له: عظني يا مقاتل. فقال: أعظك بما سمعت أم بما رأيت يا أمير المؤمنين؟ قال: بل بما رأيت. قال: بل بما رأيت. فقال: يا أمير المؤمنين، إن عمر بن عبد العزيز أنجب 11 ولدا، وترك 18 دينارا، اشتري له قبر 4 دنانير، وكفن 5 دنانير، ووزع الباقي على أولاده. سبحان الله، لما تيجي تحسب الحسبة كده، تقريبا كل واحد مش مكمل دينار. هذه كانت تركة عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين رضي الله عنه. ثم يكمل مقاتل ويقول: وهشام بن عبد الملك أنجب هو أيضا 11 ولدا، وبعدما مات هشام بن عبد الملك كان نصيب كل فرد من هؤلاء الأبناء 1000 دينار، يعني 1,000,000 دينار. وقيل أنهم كانوا يقسمون الذهب بينهم بالفؤوس. سبحان الله، ولكن يعني يكمل القصة يقول: فما مر الزمان حتى رأيت أحد أبناء عمر بن عبد العزيز وهو يتصدق 1,000 فرس للجهاد في سبيل الله، ووجدت أحد أبناء هشام بن عبد الملك يتسول الناس في الطرقات والأسواق. سبحان الله، كيف دار الزمان دورته. هذه عن القصة، ونأتي إلى الدروس. سيدنا عمر بن عبد العزيز وهو على فراش الموت، سألوه: ماذا تركت لأولادك؟ فقال لهم: تركت لهم تقوى الله عز وجل، فإن كانوا صالحين فإن الله يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فلم أكن لأترك لهم ما يعينهم على معصية الله عز وجل. كان يخاف عليهم إلى هذا الحد، إن هو يأخذ من بيت مال المسلمين ما لا يحق له، ثم يترك هذه الأموال الطائلة ليعصوا الله عز وجل بها بالنساء والخمور والملذات إلى غير ذلك. عشان كده أيها الإخوة الأكارم، ما ادخر والد لولده أعظم من صلاح نفسه وصلاح حياته وصلاح دينه. إذا أردت أن تؤمن مستقبل أولادك، فادخر لهم والدا صالحا، كن حياتك في طاعة الله عز وجل، هذا هو أعظم استثمار لذريتك من بعدك. سيدنا عمر بن عبد العزيز كما قلت، لما جمع أولاده وهو على فراش موته، قال لهم: إن أباكم خير بين أمرين، إما أن يترككم أغنياء ويدخل فيكم النار، وإما أن يترككم فقراء ويدخل فيكم الجنة، والله يتولى الصالحين. فسبحان الله، بصلاحه أصلح الله عز وجل ذريته، بصلاحه أصلح الله عز وجل هذه النسمات، ووسع عليهم بعد ذلك.
الأمر الثاني أيها المباركون أن الله عز وجل يحفظ الإنسان ويحفظ ذريته بصلاح نفسه. إذا كنت مع الله عز وجل فلن يضيع الله عز وجل ذريتك. انظر في سورة الكهف كيف صنع الله عز وجل، أرسل نبي من أولي العزم من الرسل وهو موسى عليه السلام، وأرسل عبدا صالحا ذو علم وهو الخضر عليه السلام، قطعوا البحار وشقوا الكفار وذهبوا إلى قرية فيها جدار يريد أن ينقض فأقامه الخضر عليه السلام. هذا الجدار كان رجل صالح وكان تحته كنز لذريته، فقال الله عز وجل معقبا وكان أبوهما إيه؟ وكان أبوهما صالحا. انظر الله عز وجل سخر نبي وولي ليحفظ كنز هؤلاء الغلامين. سيدنا ابن عباس يقول لم يذكرا بصلاح ولكنهما حفظا بصلاح والدهما. الناس الأطفال دوما احنا ما نعرفش كانوا صالحين ولا لا، ولكن الله عز وجل حفظ لهم هذا الكنز ليعينهم على حياتهم بصلاح الوالد، وقالوا أن هذا الوالد كان الجد السابع لهم لم يكن الجد المباشر كمان. سبحان الله. يبقى إذا أردت أن تحفظ ذريتك لأجيال فكن صالحا مع الله عز وجل. أذكر نفسي وإياكم بهذا الأمر. قال العلماء صلاح الآباء يصلح الأبناء، وتقوى الأصول تنفع الفروع. صلاح الآباء يصلح الأبناء وتقوى الأصول تنفع الفروع. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله أكون في صلاتي فأتذكر أبنائي فأطيل في صلاتي حتى تشمل هذه البركة أبنائي من بعدي. ومحمد بن المنكدر كان يقول إن الله يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده فلا يزالون في حفظ الله وستره ببركة هذا الرجل الصالح. لذلك سيدنا أحمد بن حنبل رحمه الله كان يفقه ذلك أيضا، وكان يقول لابنه عبد الله إني لأزيد في صلاتي من أجلك ومن أجل إخوتك. سبحان الله. عشان كده أيها الإخوة الأكارم الكلام للوالدين للأب وللأم، أفضل استثمار هو صلاح نفسك أولا ثم صلاح أبنائك. عشان كده يعني والدة الإمام الشافعي كانت واعية رحمه الله، كفلته وهو يتيم وعلمته العلم فصار إمام الدنيا وعافية البدن. هذا هو أفضل استثمار، كل علم الشافعي في ميزان حسناتها إن شاء الله عز وجل. وكذلك صنعت أم الإمام مالك، كانت تطيبه وتهيئه وتلبسه زي العلماء وهو صغير، فكان يذهب إلى ربيعة الرأي ليتعلم العلم على يديه. سبحان الله. أيضا ربيعة الرأي هذا يعني له قصة، أمه كفلت وهو صغير، والده كان يسمى فروخ. لما دخل على والدته يوم العرس سبحان الله يعني أراد الله عز وجل بينهما الذرية، ولكن هذا الرجل هجرها وتركها لمدة كبيرة من الزمن، ثم عاد بعد 20 سنة تقريبا وذهب ليصلي في المدينة، فوجد رجل يعني الناس تستفتيه فقال من هذا؟ قالوا إنه الإمام ربيع، ألا تعرفه؟ فقال ابن من هذا؟ فقالوا ابن رجل كان هاهنا ثم تركنا منذ 20 سنة، فأدرك أنه هو الوالد. فذهب إلى هذه يعني إلى دار الأم، وكانت الأم قالت له عبارة قبل ما يهجرها، قالت له رب شر في بواطنه الخير، أنت لا تريدني ولكن قد أحمل الخير. سبحان الله. فحمل الله عز وجل الخير في والدها، كفلته وربته وعلمت حتى صار ربيعة، والعلماء في ذلك الزمان كانوا يسمونه ربيعة الرأي. متخيل؟ لم يقولوا ربيعة بن فروخ، لا، ربيعة الرأي، عنده الرأي الأوحد، إذا قال ربيعة انتهت المسألة. انظر إلى هذا الاستثمار الحقيقي في الأبناء، هذا هو الاستثمار الحقيقي أيها الإخوة الأكارم. سيدنا سفيان الثوري رحمه الله أيضا يسمى بأمير المؤمنين في الحديث، كان وراء أم صالحة هي التي ربت، وكانت تعمل في غزل،
الصوف، وكانت تقول: يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي هذا. فصار إمام المؤمنين أو أمير المؤمنين في الحديث. كل ذلك استثمار دنيوي سيصب في يعني ميزان حسنات هؤلاء الأمهات، وختاما في ميزان حسنات هؤلاء الصالحين الذين يعني نفعوا الدنيا بعلمهم وبصلاحهم. لذلك أختم هذه الخطرة وأقول للآباء والأمهات: إن أفضل استثمار لأبنائك من بعدك هو أن تستثمر في باب التقوى لله عز وجل. وأختم بقول الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. أسأل الله عز وجل أن يحفظ أبناءنا، نسأل الله عز وجل أن يربي لنا أبناءنا، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا التقوى التي ينتفع بها أبناؤنا من بعدنا، اللهم أمين. أيها الإخوة الأكارم، لا تنسوا إخوانكم أهل الرباط في غزة في هذا الشهر الفضيل من صالح دعائكم. نسأل الله عز وجل أن يحرر أرضهم وأن يخزل عدوهم وأن ينصرهم نصرا عزيزا مؤذرا، اللهم أمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.